وبارك الله فيكم يا شيخ عدلي. الأخت أم مريم وجزاكم الله خيرا. طيب، أخونا يقول لو كنا منتقبات هل يجب الحائل؟ الجواب بارك الله فيك، يعني إذا وجد الحائل فلا شك أنه أفضل، لكن إذا كنا منتقبات وهم في جهة بعيدة، يعني لا يوجد اختلاط والشخص في مكان يعني بعيد، ليس على طاولة واحدة مثلا أو في مجلس مختلط بينهم، وإنما هن في مثلا جهة من الغرفة وهو في الجهة الأخرى، فلا بأس إن شاء الله طالما أنهن جميعا منتقبات ومحتجبات بالحجاب الشرعي المطلوب، لكن الحاجب أولى، والله سبحانه وتعالى أعلم. تفضل يا شيخ عدلي. The question related to the previous one, teaching women, what about if the sister having the niqab and the hijab al-shar'i, does it have to be a partition? The sheikh said if they are sitting in a distance, not in the same table, and that they are with their niqab, that inshallah is no problem. But would be better if there is a curtain and Allah knows best.